قديه مهم اليوم دعم اطفال السرطان بالنسبه اليك، وانت باغانيك اساسا مالك مقصره دائما في قضايا لانك فنانه صاحبه قضيه. كثير مهم، اولا كوني فنانه وكمان لانه كوني ام بعرف شو الشعور، صار الموضوع بيأثر فيه بعد أكثر. أنا زرت CCCL من كم سنة وعندي علاقة فيهم متواصلة، وجودي هون هو شرف لي وأنا أكثر من سعيدة إنه أقدر أقدم الدعم قد ما فيه. هبة محضرة شيء هلا لأنه رح تنقطعي أكيد بعد الولادة وقصص، محضرة شيء لنا خلال هالفترة؟ كله حاضر، كله حاضر، في ألبوم جديد حاضر، في أول سينجل من الألبوم نزيل اللي هو كسرة سرة لو نبقى سوا اندوات مع النجم العالمي لويس فونسي اللي موجود كمان اليوم، رح نقدم كمان هالغنية مع بعض، وقريبا كمان غير سينجلز وكليبات، كله حاضر ومصور وموجود. في عتب بيقولوا العتب عقد المحبة، جمهورك السوري كثير عتبان، كثير بحبوكي وحقهم، يعني بحبوا هبة طواجي كثير، انت بكل السيارات بكل الراديوهات بكل مكان، شو بتقولي لهم؟ بقول لهم انا كمان بحبهم كثير وان شاء الله قريبا ترجع الظروف تجمعنا ان شاء الله، اكيد مقدرين ظروفك هبة طواجي وموفقة كثير ان شاء الله. شكرا.